للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي. دكتور ناصر، بداية مرحبا بك. قمتم بتوزيع يعني بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، وزعتم منحا مساعدات على العائلات في مدينة الموصل. هل حدثتنا عن هذا النشاط؟ حياكم الله أخي الكريم. في تواصل دائمي مع أهلنا في محافظة الموصل، مع المندوبين الذين يقيمون لنا المناطق في محافظة الموصل، في عموم مناطق محافظة الموصل، تأتينا تقييمات أحوال هذه المناطق، ونحن نقدر بدورنا الاحتياجات والمناطق التي نستهدفها بحملاتنا الإغاثية المالية والطبية وكذلك الغذائية. نحن قدمنا حملة إغاثية بتقديم لوحة مالية في قلب مناطق الموصل القديمة المدمرة، وهذه المرة دخلنا في قلب المناطق القديمة، وقد رأينا هذه المناطق وكيف يعني آلت إليها صورتها الحالية الآن، بعد تقريبا 3 سنوات من المعارك ما زالت هذه المناطق في حالة نكبتها ومعاكسها مع فقر أهاليها واحتياجهم الكبير لكل ما يمكن أن يقدم لهم. قدمنا منحا ماليه ل 250 عائله من العوائل المتعففه، وكذلك الايتام، وكذلك بعض المدرسين المحضرين مجانا في هذه المدارس في قلب المناطق القديمه من محافظه الموصل. الى اي مدى دكتور ترى ان المدينه ربما او الاهالي في المدينه بحاجه للمزيد من المساعدات؟ حقيقه يعني ما تصده الكاميرات وما تنقله كثير من المؤسسات الإعلامية هو أقل بكثير مما تراه العين المجردة وهي تحضر في وسط الدمار. هذه مدينة يعني منكوبة، وكأن هنالك يعني إرادة تقصد وتتعمد تجاهل أكثر من 4 ملايين شخص من أهالي هذه المدينة. هذه المحافظة فيها 4 ملايين نسمة، ومرت بها نكبات كبيرة ومعاصي كبيرة. المناطق بأسرها في المناطق القديمة وما حولها مهدمة بالكامل. الناس يعيشون وبجنبهم وبقربهم مباني كبيرة مهدمة على ساكنيها، وما زالت كما أخبرنا أهالي المحافظة والعوائل الذين كنا معهم أخبرونا بأن مئات الجثث ما زالت تحت ركاب هذه المناطق المدمرة، هذه المناطق المهدمة، بالإضافة إلى الكوارث اليومية من السيول، من نكبة العبرة عبارة الموت التي لم تهز ضمير العالم ولم تحرك ساكنا هذه المدينة. يتجاهلها العالم، يتجاهل مأساتها، يتجاهل نكبات يتجاهل مآسها، يتجاهل الموت الذي ينتشر في أسرها. مئات الجثث ما زالت منذ أعوام لم تستخرج من تحت الأنقاض، ولذلك تأتي حملات. فيما يخص حملتكم الأخيرة، كيف وجدتم يعني ردود فعل الأهالي عليها؟ نعم، ردود فعل الأهالي كانوا يعني العائلات كانت في استقبالنا وقد رحبت بنا ترحيبا مفرحا ومسرا للقلب. كانوا فرحين بقدومنا ووصولنا. نحن كما أخبرنا المنظمة يعني مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين ما زلنا الوحيدين المواكبين لاحتياجاتهم، نحضر في مدارسهم، نحضر في مراكزهم الطبيه، نحضر مع احتياجاتهم ونقدم لهم الحملات المتواصله. هم اهلنا وهذا شرف لنا خدمتهم، هذا من اقل الواجب الذي نقدمه لهم.
طرقهم كان بغيا عليهم، وهم يعني حقيقة يستخدمون الكلمات بكلماتهم وترحالهم، وكان في هذه المبادرة وقدموا شكرهم لهيئة علماء المسلمين ومنظمة تطوع الإغاثة الإسلامية لأنها دائما تتواصل معهم ومع احتياجاتهم. بن أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي، نشكرك شكرا جزيلا.